لا يمكن. هل سينجح؟ يستعد باشا التسديد. هدف! هذا يعني أننا سنتابع المباراة بعشرة لاعبين. سنحاول سد هذه الثغرة. هل تسمحون لي باللعب معكم؟ ياسين. ماجد، قرر والدي المكوث في هذه المدينة لفترة غير محددة. حقا؟ هل انتسبت إلى مدرسة المجد؟ نعم، لقد تقدمت بطلب انتسابي إليها صباح هذا اليوم. خبر رائع. إذن سنلعب كرة القدم معا. نعم. أخبرني أن يكون هذا الفتى. إنه ياسين، صديقي. يا لمهارته، هذا مدهش. اسمعوا، تمكن هذا الفتى من كشف خطة ماجد عندما حاول لفت أنظار فريق العنادي إليه. هذا يدل على خبرة واسعة. حسنا ياسين، هل تنضم إلى فريقنا؟ نحن في حاجة إليك. أنا أضمن موافقته. موافق، يسعدني ذلك. كابتن وليد، ما الأمر؟ قطعت على نفسي وعدا بأن لا أتابع اللعبة إذا تمكن ماجد من تسجيل هدف، وبعد أن حدث ما حدث قررت مغادرة الملعب. الآن تابع المباراة من دوني. إلى اللقاء. كابتن، أرجوك ألا تغادر وليد. كابتن وليد. سيد رزق، هل ستهرب؟ هل يعقل أن تهرب من مواجهة ماجد كامل بهذه البساطة؟ كنت أعتقد أنك أشد قوة وصلابة، لكنك خيبت ظني بك اليوم. أنا لا أدرب الضعفاء، لذا لن أضيع وقتي في تدريبك بعد الآن، وما عليك إلا أن تتدرب وحدك. ياسين، يسعدني كثيرا أن ترتدي قميصي هذا اليوم. سأحافظ عليه. اسمع يا وليد، هل تعرف السبب الذي دفعني للموافقة على تدريبك والوقوف إلى جانبك؟ لا أعرف. لقد أعجبت كثيرا بمهارتك وقدرتك على قيادة فريق مدرستك. أعدك بأنني سأبقى عند حسن ظنك يا سيدي. وأنا أرجو أن تحافظ على وعدك هذا مستقبلا يا بني. أنت لاعب جيد، وأتوقع لك النجاح في ميادين حياتك المختلفة، ومنها لعبة كرة القدم، وهذا ما أعتقده. سأكون فخورا بك إذا أحسنت اختيار المهنة التي ستعمل بها في المستقبل إلى جانب ممارستك للعبة كرة القدم. فالنجاح هو عملية متكاملة. موهبتك المتميزة ستجعل منك طبيبا لامعا يعمل على مداواة المرضى. إنها مهنة رائعة. أكيد سيصبح اسمك الطبيب وليد، وهذا طبعا لا يتعارض مع ممارستك لهوايتك المفضلة. وهناك العديد من الأطباء والمهندسين والمشرفين الفنيين يمارسون لعبة كرة القدم أو أي لعبة أخرى. إن اللاعب المثقف يستطيع استيعاب تعليمات المدرب وفهمها بدقة. هل تعدني بأن تبقى متفوقا ومتميزا مدى الأيام يا وليد؟ أعدك. سأبقى إلى جانبكم، لن أضعف مهما كانت الأسباب. كابتن وليد،
أعترف أنني خسرت اليوم أمام فريق ماجد خسارة لا تعوض. لكنني سأتابع المشوار حتى النهاية. حقا؟ رائع. اسمعوني، لن نرضى بأي بديل عن الفوز أبدا. أكيد. أحسن، لم يخب ظني بك يا وليد. اسمعوا، هاجموا بقوة ولا تضيعوا لحظة واحدة. أتمنى لكم النجاح يا شباب. اطمئن. سيداتي وسادتي، انتهى الآن وقت الاستراحة وحان موعد بدء الحصة الإضافية الأخرى. نحن الأقوى، لذا يجب ألا نخسر مباراة هذا اليوم يا كمال. طبعا، الفوز من نصيب الأقوى دائما. كم أنا متشوق إلى بدء المباراة لنلعب معا. وأنا كذلك. ماجد، ثق بي. لحظات ويبدا الشوط الإضافي الأول. راقبوه. الكرة الآن في حوزة فريق العنادل. ناصر يمرر كرة عالية إلى حسام، وحسام ينتظر وصول الكرة. هو عمر يتقدم بوجه يستحوذ على الكرة. لم يستحوذ عمر على الكرة لأنه ليس عمر. عفوا، أقصد ياسين، اللاعب الذي أخذ مكان عمر في هذا الشوط. انظر، إن ياسين يمتلك مهارات عالية. لقد عرفت الآن سر محبة ماجد لياسين. هيا لنمنع هذه الهجمة. حاضر. يبدو أن ماجد قد عثر على الشريك المناسب الذي يستطيع فهمه. سوف أتصدى لهما. سأمررها إلى ماجد، هذا هو الحل المناسب. غير معقول. أرجو أن يحرز ماجد هدفا يدخل السعادة إلى قلوبنا. أحسنت يا وليد، أحسنت يا ماجد، كانت هجمة ثنائية رائعة. سنهاجم ثانية طبعا. لا يقل ياسين أهمية عن ماجد. ماجد يخلص حسام الكرة ويتجه مباشرة إلى مرمى وليد. ياسين يرافق ماجد في هذه الهجمة، إنه كظله. ياسين، أشعر بالاطمئنان عندما أراك إلى جانبي. كما هو متوقع، مرر ماجد الكرة إلى ياسين أمام أعين فريق العنادل. لا، لن تمر. ياسين، احذر. وليد. ياسين. ياسين يمرر لماجد، وماجد ينطق إلى أعلى ليسدد الربية الرأسية. ويخيط فريق المجد في إحراز هدف، لكن هجمات فريق المجد المتواصلة أربكت الخصم. الله الله يا فريق المجد. ويبدو أن دخول ياسين قد أضاف إلى المباراة نكهة متميزة، فهو يشكل الآن مع ماجد ثنائيا مدهشا. يا سلام يا سلام أيها الثنائي. كادت أن تدخل. ترى أين كان يختبئ هذا اللاعب الرائع يا شاهر؟ لقد أصبحت هجمات ماجد أكثر جدوى بعد أن دخل ياسين أرض الملعب، ولو له لما تمكن ماجد من تركيز هجماته المتواصلة. ستنقلب نتيجة المباراة رأسا على عقب. لا تقف مكتوفي الأيدي. يجب أن تحسم النتيجة لصالحنا بأقصى سرعة. كابتن وليد، لم أعد أرغب في تحدي ماجد فقط، بل سنتحدى فريق المجد كله. هيا استعدوا، سنبدأ الهجوم. سيعرف الجميع مدى قوة فريق العنادل. هيا هيا ابقى معي. سنشكل ثنائية مثل ياسين وماجد. لم يتمكن سعيد وفريد من قطع هجمة فريق العنادل. ترى لمن سأمررها الآن؟ ياسين. أيها البطل، حسناً، لست نادماً على إعطائه قميصي. انضمام ياسين إلينا سيزيد من قوة فريقنا وتماسكه، أليس كذلك؟